أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس مدارسة سورة هود عليه السلام. وقد مضى في المجلس السابق الكلام عن الآيات الكريمة التي أشارت إلى مجيء رسل الله تعالى من الملائكة إلى إبراهيم بالبشرى، ثم ما كان منه عليه السلام بعد تلقي البشرى من مجادلتهم في شأن قوم لوط. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآيات الكريمة لتشير إلى ما حصل مع الملائكة لما جاءوا إلى نبي الله لوط، حيث قال عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم. ومعنى سيئ بهم يعني ساءه مجيئهم، أو وقع عليه السوء بسبب مجيئهم. والسوء الذي حصل له ليس لذات المجيء، وإنما لما سيترتب على هذا المجيء، وقد علم من أخلاق قومه ما علم. فسيء بهم وضاق بهم ذرعا، وهذا كناية عن شدة الأمر عليه وعسره عليه، لأنهم نزلوا به أضيافا، وهو يعلم حال قومه ويعلم ما الذي سيقع منهم. ولهذا قال: هذا يوم عصيب، يعني يوم شديد، لأنه يعلم ما الذي سيقع من قومه. وفعلا قال الله عز وجل بعد ذلك: وجاءه قومه يهرعون إليه. وتأملوا هذه الصورة التي تعبر عنها هذه اللفظة يهرعون، وأصل كلمة يهرعون هي حال لمجيئهم، يعني جاءوا وحالهم أنهم يهرعون. وكلمة يهرعون تشير إلى مشي باضطراب، يعني يمشون وهم مضطربين. وهذه الحال تعبر عن حال اضطراب في المشي بسبب الخوف أو بسبب ترقب أمر والاستيفاز من أجل هذا الأمر. وهذا هو الذي هي الحال التي كانوا عليها، جاءوا وهم متحفزين، كأنما هم يسعون إلى غنيمة وإلى مكسب، والعياذ بالله. وجاءه قومه يهرعون إليه. ثم قال عز وجل: ومن قبل، يعني من قبل هذا المجيء، كانوا يعملون السيئات. وكن الله عز وجل عن تلك السيئات التي يعملونها لقبحها وعظمها، وهي إتيان الذكران من العالمين، كما ورد ذلك نصا في مواضع أخرى من القرآن الكريم. ولكن الله وصفها هنا بالسيئات، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، ولم ينص فقط على هذه الفاحشة، لأن فعلهم السيء لا يقتصر على هذا الفعل فقط، بل فيها إساءة إلى نبي الله وهو قريب لهم، وفيها إساءة إلى الأضياف، فهذه وفيها عمل السيء أيضا، وهذه كلها أحوال
سيئة، ولذلك قالوا من قبل كانوا يعملون السيئات. وعندما جاءوا إليه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. جاءوا وفي نيتهم فعل الفاحشة بهؤلاء الأضياف الكرام الذين نزلوا على نبي الله لوط، فوقف يمنعهم. ووردت روايات كثيرة متعددة عن المفسرين في حاله وهو يمنعهم ويصدهم، لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجمل الكلام كما أجملت الآيات الكلام عن مدافعتهم، لكن الآيات تشير إلى أنه دافعهم وسعى إلى ردهم بقدر طاقته وجهده، حتى إنه قال لهم يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقع خلاف واسع بين المفسرين في بيان معنى كلام لوط عليه السلام. أولا في معنى البنات هنا، ما المراد بها حقيقة، وفي وإلى أي شيء دعاهم. ونجمل الكلام فيها أن المراد بالبنات هنا إما البنات حقيقة وهن بنات الصلب يعني بناته حقيقة، أو أن المراد بهن بنات قومه، ونبي القوم أب لهم، نبي القوم أب لهم في منزلة الأب، ولذلك سمى نساء القوم بنات له. ثم ما الذي دعاهم إليه؟ الآية الكريمة قال الله فيها على لسان لوط هن أطهر لكم، وهذا يشير قطعا إلى أنها دعوة إلى نكاحهن وإلى الزواج الطاهر، لأنه لو كان دعاهم إلى شيء غير الزواج لما وصفه بأي شيء، بالطهر، لأن ما عدا الزواج ليس بطاهر. فقوله هن أطهر لكم هذا توضيح لحقيقة الدعوة التي دعاهم لوط عليه السلام إليها. وأما هل المراد بناته أو بنات قومه، الآية ظاهرها أن المقصود به بنات الصلب، ولا مانع من الإبقاء على هذا المعنى، على أن بعض المفسرين عدل عن هذا قال لأن بناته يعني ما ثبت إلا أنه بنتين، هم يقولون ذلك ما ثبت إلا أنه له بنتين فقط، فكيف البنتين تكفي هؤلاء كلهم، ولذلك عدلوا إلى القول أن المراد بنات قومه. ونحن نقول أولا أن لم يثبت أن له هذا العدد من البنات، أقل أو أكثر ما ثبت. طبعا هذا الأمر لم يرد فيه دليل نص على عدد بناته عليه السلام، ولذلك ندع الآية كما أخبر عز وجل قال البنات دون تقييد بعدد. وهل لوط عليه السلام حينما أمرهم بذلك أو دعاهم إلى ذلك يريد حقيقة أن يزوجهم؟ الحقيقة ليس هذا هو الظاهر من لفظ الآية، بل الظاهر من لفظ الآية صرفهم عن مقصدهم، يعني أراد لوط عليه السلام أن يصرفهم عن مقصدهم بأي وسيلة كانت، حتى بدعوتهم إلى النكاح من بناته، ويبقى يعني دون الخوض في التفاصيل، لأنه أراد فقط أن يصرفهم. فإذا صرفهم عن هذا الأمر لا بأس عندئذ من الحديث في التفاصيل، وهل عدد بناته يكفي أو هل بنات قومه. فالمقصود أن لوط كان همه منصرف إلى أي شيء، إلى صرفهم عن هذه الجريمة. وأما كيف بعد ذلك يكون الزواج بهن ونحو ذلك فهذا مما لم يرده لوط، ولذلك اشتغال كثير من المفسرين بتفاصيل بنوها على هذا المعنى لا حاجة لها، مثل زواج المؤمنة من الكافر وغير ذلك، وكيف يكون النكاح وعدده ومراته، تفاصيل ليس لها حاجة. إذا استصحبنا المقصد الذي قصده لوط عليه السلام فهو إنما أراد أن يصرفهم، مثل لو جاءك شخص يقول لك مثلا يريد أخذ مال اليتيم أو شيء، تقول يا أخي لا تأكل
مال اليتيم وخذ، لا تسرق هذا المال أو لا تظلم، وخذ من مالي ما شئت، أو وخذ مالي، أو إنسان يريد يعني تقول لا تأخذ مال اليتيم، أو تقول مثلا أكل مال أكل لحم الخنزير أهون من هذا، أنت لا تريد أنك ستعطيه مالك كله أو أن تبيح له أكل لحم الخنزير، وإنما تريد أن تبين له شناعة فعله هذا وأن تصرفه عنه. إذا صرفته عنه يبقى بعد ذلك هل تعطيه المال كله أو لا تعطيه، هذا أمر آخر. فالمقصود الذي قصده لوط عليه السلام هو صرفهم عن هذه الجريمة. وقوله هن أطهر لكم تعريض بهم بأنهم يأتون فاحشة فعلا ليس طاهرا، فعلا نجسا قذرا. وهذا سبحان الله الأمر يحصل عند انتكاس الفطرة وانحرافها، لأن الله فطر الإنسان يميل ميلا فطريا إلى المرأة في محل الحرث الذي خلقه الله عز وجل، ميل فطري في الإنسان ينساق إليه بفطرته حتى البهائم. لكن إذا انحرفت تلك الفطرة لا حد لانحرافها، فتفعل كل أنواع القبائح والآثام، وهذا ناتج عن سبب عن انحراف الفطرة. وفي عصر الحديث هذا الانحراف أخذ منحا خطيرا جدا، بحيث أصبحت القوانين والتشريعات تقره والناس لا ينكرونه ولا يعيبونه ويقر على أعلى المستويات، وهذا من ارتكاس الفطرة وانحرافها. وإن الله عز وجل خلق الرجل للمرأة وخلق المرأة للرجل، وجعل هذا الميل الفطري بينهما سبب للتكاثر وبقاء الجنس وبقاء الجنس الإنساني. وهنا إشارة أيضا إلى الحلال والحرام، وأن من أعظم ما يميز الحلال عن الحرام هو كونه طيب. ولذلك دائما من أوصاف الحلال أنه طيب، ومن أوصاف الطيب أنه حلال، وبضده الخبيث، فإن من أوصافه أنه حرام، ومن أوصاف الحرام أنه خبيث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ثم قال، فلما قال لهم ذلك قال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني يعرض بهم، يقول ما يليق ولا ينبغي بكم أن تهينوا أخاكم والذي هو في بينكم وفي ومن عشيرتكم، ثم لا ينبغي للكريم أن يهين الضيف وأن يعتدي عليه، بل الضيف محله الإكرام. وذلك قال أليس منكم رجل رشيد، يعني لو يوجد واحد فقط رشيد ينهاكم عن ذلك. والحقيقة حينما قال أليس منكم رجل رشيد، يعني هذا نستنبط منه أن هؤلاء القوم كلهم اجتمعوا على هذا المنكر العظيم وتواطؤوا عليه وتعاقدوا عليه واجتمعت عليه قلوبهم، بحيث لم يوجد فيهم شخص يقول هذا الأمر لا يجوز أو هذا عيب أو هذا خطأ، لأن هذا الفعل جمع كل السوءات بغض النظر عن سوءة الفاحشة. لكن الاعتداء على الضيف وخرق حرمة قريبهم وأخيهم هذا منكر عظيم. ولذلك قال ليس منكم رجل رشيد. ثم فما الذي كان جوابهم عليه بعد ذلك؟ قالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني يقولون نحن إنك تعلم أن ليس لنا إرب ولا ميل للبنات ولا نريدهن، وإنك تعلم مقصدنا وإرادتنا وما الذي نميل إليه. فهذا يشير إلى انحرافهم، يعني أصبحت الفطرة عندهم معكوسة مقلوبة، ليست مجرد يعني نزوة عابرة وتنتهي، لا، بل أصبحت فطرة، يعني أصبح شيئا يعني ممزوجا بهم مخلوطا بهم لا يستطيعون الانفكاك عنه، وأصبح هذا ميلهم. وعندئذ وقد يئس منهم، يعني آلمه هذا الحال أنه يدافع عن أضيافه على ضعفه في مقابل قومه، قال لو أن لي بكم قوة
أو آوي إلى ركن شديد. تحسر أنه ما يستطيع يدفع عن أضيافه ولا أن يرد عنهم. قال لو أن لي بكم، يعني لو هذه للتمني، يعني يا ليت لي قوة فأمنعكم، لو أن لي بكم قوة، والألباء هنا للاستعلاء، يعني لو أن لي عليكم قوة أستعلي بها عليكم، وهذا معنى دخول حرف الباء. أو آوي إلى ركن شديد، يعني أو أعتصم إلى بمكان أو رجل له قوة ومنع شديد يمنعني منكم، يعني بمعنى يقول إنني فاقد القوة في ذاتي أنا، لأني واحد لا أستطيع مجابهتكم، وليس لي من آوي إليه ينصرني عليكم، فضعف ذاتي وضعف خارجي. والحقيقة يعني هذا الموقف العصيب الذي وقع للوط عليه السلام جعل الملائكة مباشرة يسرون عنه ويخففون عنه، ولذلك أجابوه مباشرة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. ما قالوا لن يصلوا إلينا، قالوا لن يصلوا إليك. وهذا من الالتماسات يعني والنظر الذي هو محل اعتبار، يقولون إن قولهم لن يصلوا إليك يعني لن يؤذوك، فيحتمل أنهم لن يؤذوك بمعنى أنهم لن يستطيعوا الوصول إلينا فيؤذونك بإيذائنا، ومعنى آخر يميل إليه ذكره بعض المفسرين وهو محل اعتبار، قالوا إن الله أعمى أبصارهم فلم يروهم، فإذا لم يروهم يعني جاءوا من أجل غنيمة فما أدركوها، سيصبون جامع غضبهم على من؟ على لوط، ولذلك علموا أنهم لن يستطيعوا الوصول إليهم، فقالوا لن يصلوا إليك يعني لن يؤذوك، أما نحن فأكيد أنهم لن يصلوا. هذا وجه آخر في معنى قوله لن يصلوا إليك. ثم قالوا للوط فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدباء بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالوا له فأسري بأهلك، الإسراء هو السير بالليل، يسمى المسير بالليل يسمى ذلك إسراء، ولذلك قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قوله بقطع من الليل، القطع الجزء، فهو تأكيد على أن يكون المسير بالليل، وبعض المفسرين قالوا إن المسير بآخر الليل لأنه قال أسري وقطع الليل فجمع، لأن أصل الإسراء لا يكون إلا ليلا، فلماذا قال قطعا من الليل؟ ليدل على أن المقصود به آخر الليل، الذي يعنينا هنا أن الإسراء كان ليلا فأسري بقطع من الليل. ولا يلتفت منكم أحد، نهاهم عن الالتفات، والالتفات هنا للمفسرين في معناه قولان، الأول أن الالتفات حقيقة بمعنى أن ينظروا إلى الخلف، فنهاهم عن النظر إلى الخلف، أو أن يكون الالتفات معنويا بمعنى لا يرجع منكم أحد إليهم إلى القرية مرة أخرى، إذا خرجتم فلا يرجع أحد أيا يكون السبب، والآية تحتمل هذا المعنى وتحتمل المعنى الثاني، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، يعني إلا امرأتك ستلتفت، أو إلا امرأتك لن تخرج معك، على خلاف بين المفسرين، يعني إلا امرأتك لا تخرج ولا تسري بها، أو إلا امرأتك ستخرج ولكنها ستلتفت، تلتفت إما أن تلوي بوجهها أو أنها ترجع،
وذكر في ذلك روايات. قيل لما سمعت الصيحة، لما سمعت الصيحة التفتت، وهذا، وقيل إنها حنت ورحمت قومها فرجعت إليهم فأهلكها الله معهم. لكن لا يوجد ما يدل على هذا وذاك، وإنما المقصود أن حصل هذا الالتفات. كيف كان هذا الالتفات وحقيقته الله أعلم بمراده. قال عز وجل: إنه مصيبها ما أصابهم، والتعبير بصيغة الماضي هنا نفس ما أشرنا إليه سابقا، مصيبها ما أصابهم، وهو لم يصيبهم بعد، إن الله قال إن موعدهم الصبح، فالتعبير بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، وكأنه من الثقة بوقوعه كأنه قد وقع وانتهى. إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ ويعني أخبروه بموعد الإهلاك ثم قال أليس الصبح بقريب. جاء في بعض الروايات، وهذه من الروايات كما ذكرنا، يعني كما هو متقرر، أن الروايات عن بني إسرائيل التي لا تخالف الشرع ولا العقل نحدث عنها كما قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل والحرم، لكن لا نؤمن، لا يصدق، لا تصدق ولا تكذب. قالوا إنه لما قالوا له إن موعدهم الصبح، كأنه يعني من غضبه وحنقه عليهم استبطأ الموعد، فجاء الجواب أليس الصبح بقريب ونحو ذلك. على كل حال لم يثبت في ذلك شيء، والسياق لا يلزم منه، بل ممكن أن يفهم سياق الآيات بدون هذا التفصيل. ثم قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا، يعني قضاؤنا وأمرنا التكويني والقدري بإهلاكهم، جعلنا عاليها سافلها، يعني عالي القرية سافلها. وتأملوا هنا، يقول الله عز وجل: جعلنا عاليها سافلها. إذا جعل عاليها سافلها، ألا يكون سافلها عاليها؟ فلماذا لم يذكر هذا؟ ولماذا لم يأتي في الآية قال جعلنا سافلها عاليها؟ قال: لأن السياق سياق إذلال وإهانة، والمناسب لسياق الإذلال والإهانة لفظ ذكر السافل، فيجعل العالي سافل، فهو أبلغ من قولك جعلنا السافل عالي، لأنه يعني لا يلزم من هذا الإذلال. لكن إذا قلت جعلت العالي سافل أصبح ذلك أبلغ في إذلالهم، جعلنا عاليها سافلها. انظروا العقوبة الشديدة التي أنزل الله عز وجل على أولئك القوم، أن الله كما جاء في بعض الأحاديث أن الملك اقتلع قرية فرفعها إلى السماء ثم قلبها عليه، ولم ينتهي الأمر، بل وأمطرنا عليهم حجارة، يعني أتبعناهم بحجارة من سجيل، والسجيل واحد، السجين والسجيل واحد، والمقصود به كما فسرها قول الله عز وجل في الآية الأخرى: فأمطرنا عليهم حجارة من طين. ولذلك قال بعض المفسرين أن المقصود بالسجين هو الحجارة المحماة المتصلبة، الطين المحمى المتصلب من شدة إحمائه بالنار ويبقى شديدا جدا، فقذفهم الله عز وجل بعد أن قلب أرضهم أتبعهم بهذا الحجار من سجيل. قال عز وجل: منضود، والمنضود الذي بعضه فوق بعض، وهذا يشير إلى أن هذه الحجارة التي رمي بها كثيرة ومتتابعة، يعني بعضها فوق بعض، وهذا معنى منضود، يعني بعض هذه الحجارة فوق بعض، فهي حجارة كثيرة متتابعة ما تنقطع، مسومة عند ربك. التسويم والسيمة هي العلامة، وتسويم الحجارة أنها معدة لهم مقدرة، يعني
مسومة عند ربك، يعني معدة لها هؤلاء ومقدرة لهم. هذا احتمال. ومعنى آخر أنها متميزة لا تشبه شيئا من الحجارة، والآية لا تعارض بين المعنيين فيها، فنقول إن الحجارة معدة لهم وأنها لا تشبه شيئا من الحجارة الذي يعرفه الناس. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد. وهذا تهديد مبطن لكل من كان على حال أولئك القوم، كل من كان على حال هؤلاء القوم فإن الله عز وجل قد توعده وتهدده بذلك، وعلق ذلك بوصف الظلم، لأن هذه الجريمة التي هم عليها هم ظلم، هي ظلم عظيم، لأنها مجاوزة للحد، مجاوزة للحد. ولذلك قال عز وجل: وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من كان على هذه الأخلاق الذميمة أو فعل هذه الفعلة الشنيعة فإن متعرض للعقوبة. ولهذا أخذ من ذلك بعض الفقهاء في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط أن يرمى من شاهق، من أعلى بناية في البلدة يرمى منه، إن كان جبلا ردي أو برجا مبنيا يردى منه يرمى منه، عملا به مثلما نزل وحل بقوم لوط عليه السلام. والحقيقة هذه العقوبة الشديدة التي نزلت بهم هي نتيجة إلى الانحراف الخلقي الذي هم فيه، انحرفت معه الفطرة، يعني بحيث الإنسان يصبح يرى الحسن سيئا والسيئ حسنا، يرى المنكر معروفا والمعروف منكر. إذا وصل الإنسان لهذه الدرجة فقد انحرفت فطرته، ولذلك هو عرضة للعقوبة الشديدة بمثل هذه العقوبة التي نزلت على قوم لوط عليه السلام. ثم قال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أيضا بعد شعيب، بعد لوط يأتي خبر شعيب عليه السلام، وقال إلى مدين، يعني إلى قرية مدين، وذكر هنا أمرهم بعبادة الله عز وجل، ولكنه أيضا مع أمرهم بعبادة الله أشار إلى انحراف عملي عندهم، وهو التلاعب بالموازين وتطفيفها، فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، يعني ما في حاجة تجعلكم تتلاعبون بالموازين، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يعني لا يدعو أحدا. ثم قال ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، يعني بالعدل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني لا تنقصوها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلازم بين التلاعب بالموازين وبين الفساد في الأرض، ليدل على أن التلاعب بالموازين يقود إلى الفساد في الأرض. والحقيقة يعني قد يرد في الذهن سؤال أن يقال لماذا أكدت الآيات على قضية الموازين وعدم التلاعب بها في أكثر من موضع من القرآن وفي أكثر من سورة؟ لماذا؟ لأن ليست المسألة ميزان يوزن الطعام وانتهت المسألة، كلا، الآية تشير إلى التلاعب بمقادير الأشياء، لأن الميزان والمكيال هي أدوات تقدير الأشياء، تقدير السلع، تقدير الأقيام، تقدير الأثمان. فالتلاعب بهذا الميزان تلاعب باقتصاد البلد، باقتصاد الناس، بأقواتهم. ولهذا يشبه ذلك مثل التلاعب بالعملة الآن، التلاعب بعملة البلد، الذين يتلاعبون بالعملة يتاجرون في السوق السوداء مثلا، أو يتلاعبون بقيمة العملة بحيث ترتفع أو تنخفض، هذا ألا يضر اقتصاد البلد ويؤثر على معائش الناس؟ فهو أثره كبير. ولذلك جاء التأكيد في القرآن الكريم على هذه القضية في أكثر من موضع، بل يقول عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون،
فهي إشارة إلى التلاعب بالمقادير التي توزن بها الأشياء، هو إشارة إلى التلاعب بالمقادير التي توزن بها الأشياء. هذا التلاعب يؤثر على الناس، يؤثر على حياته، يؤثر على معاشه، ولذلك شددت الآيات على هذا، على هذا المعنى. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، قال عن شعيب: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. يقول يعني ما أبقاه الله عز وجل لكم من الخير والنعم خير لكم من التلاعب بهذه الموازين، فإن الربح الحلال وإن كان قليلا مباركا، يبارك الله عز وجل، يبارك الله عز وجل فيه. ثم قال: وما أنا عليكم برقيب، وما أنا عليكم بحفيظ، يعني ما أنا عليكم برقيب أحفظكم، لكنني ناصح أنصحكم، والله هو يتولى أمره. وهذا يؤكد ما أشرنا إليه مرارا من حقيقة مهمة الرسول وأتباع الرسول، أنهم يبلغون لكنهم ليسوا حفظاء على الناس ورقباء عليه. ويعني في قصة مدين فيها الحقيقة التأكيد على الجمع بين إصلاح السلوك والمعتقد، التلازم بين إصلاح سلوك الناس ومعتقده، لأن من صلح معتقده صلح سلوكه، وإذا صلح سلوك الإنسان صلح معتقده، لأن ما يصلح سلوكه إلا بناء على اعتقاد سليم يقوده إلى هذا الإصلاح. ولا يمكن الفصل بين الأمرين، يعني ما يمكن نطلب من الناس أن يصلحوا عقائدهم دون أن يصلحوا معاملاتهم، ولا أن تصلح معاملات الناس دون أن تصلح عقائدهم. ولذلك جاءت الشريعة بهذين الأمرين، بإصلاح عقائد الناس وإصلاح معاملاتهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا استهزاء به: هل صلاتك التي تصليها، عباداتك وتدينك، يعني هل تدينك هذا الذي أنت عليه هو الذي يبعثك ويأمرك بأن نترك ما يعبد آباؤنا، بأن نتخلى عما كان يعبد آباؤنا، أو أن نترك فعل أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني هل الذي يحملك على ذلك، هذه الصلاة التي تصليها تحملك على أن نترك ما يعبد آباؤنا، وتحملك على أن تأمرنا على أن لا نفعل في أموالنا ما نشاء، فنبيع كيف نشيء ونحتال ونغش في بيعنا وشرائنا وكيلنا ووزننا؟ وهذا القول منهم على سبيل التهكم والاستهزاء، والاستهزاء به: إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا الوصف لهم لا يقصدون ذاته، وإلى وصف حسن حليم رشيد، لكن أرادوا التهكم به، وهذه عادة وطريقة عند المستهزئين، أن يصف الشخص بأوصاف حسنة وهو لا يريدها: والله أنك طيب، والله أنك خير، والله أنك ابن حلال، وهو لا يريد هذا الوصف، وإنما يريد الازدراء واحتقاره. ومن فعل هذا هو يشابه كل طاغية وباغي، كما هم قوم شعيب. فرد عليهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. يعني قال لهم: رأيتم إن كنت على طريقة واضحة من الله ورزقني رزقا حسنا، رزقها النبوة والعلم والتقى ونحو ذلك من المعاني، فإني مع ذلك لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. معنى أخالفكم يعني أن أرجع إلى الذي نهيتكم عنه، هذا معنى المخالفة. خالف إلى الشيء يعني رجع إليه بعد أن ذهب عنه. إذا ذهبت عن الشيء فأنت خلفته، فإذا خالفت إليه رجعت إلى شيء كنت ذهبت عنه، هذا معنى الآية. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه هي الصيغة العامة لدعوة الأنبياء: الإصلاح ما استطعت،
ويجب أن تكون هي ديداً الدعاة إلى الله أنهم يصلحون ما استطاعوا. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، يجب أن تكون هذه هي هو شعار كل داعية إلى الله وكل مصلح يسلك سبيل الأنبياء، الإصلاح ما استطعت. ثم قال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، يعني أن التوفيق لا يكون إلا بيد الله عز وجل، والإصابة في هذا الإصلاح لا يكون إلا من الله، ليس بذكائي ولا بجهدي ولا بأسلوبي، بل بتوفيق الله عز وجل. عليه توكلت في كل أموري ومنها سعي في الإصلاح، وإليه أنيب يعني أرجع إليه، أرجع إليه عند كل أمر وكل حادثة، فأتوب إليه وأنيب إليه. ثم قال: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، الإجرام يعني لا يحملكم ولا يكسبكم، أصل الإجرام من مادة جرم، والجرم الكسب، فهو يقول لا يجرمنكم يعني لا يكسبنكم، لا يحملكم المشاقة والمخالفة لي والعداوة على أن يصيبكم عذاب الله. كيف يصيبكم عذاب الله؟ بأن تعاندوا وتركبوا رؤوسكم وتصروا على مخالفتي فتتعرضوا بسبب ذلك للعقوبة. أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. قوله ما قوم لوط منكم ببعيد يحتمل البعد الزمني والبعد المكاني، فذكروا في التاريخ أن قوم لوط وقوم شعيب قريب زمانهم من بعض، وأيضا أماكنهم قريبة. وبكل حال فإن القرب هنا يشير إلى هذا المعنى، إما قرب الزمان والمكان أو قربهما سويا، قرب زمانهما وقرب مكانهما. وهذا ملحظ مهم يشير إليه شعيب، وهو استفادة الإنسان من الحوادث التي تقع وحسن توظيفه، وذلك هو وظف هذه الحوادث بأن يأخذ منها العبرة والعظة. ولعلنا نختم بالتأكيد على أن أبرز ما يميز دعوة الأنبياء ومن يسير على دربهم أنها دعوة إصلاح. ما في أحد يستطيع حتى منذ أن بعث الله الرسل إلى يومنا هذا إلى الدعاة الذين يسيرون على طريقهم، ما أحد يستطيع أن يتهم الدعاة بأنهم لا يريدون الإصلاح. يمكن أن يتهم بأي تهمة إلا أنه يريد الإفساد، وهذه شعار ميزة للدعاة إلى الله عز وجل، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ممكن يتهم بالتحجر، بالجهل، بالتخلف، بأنه يريد أي مطامع أي مكاسب بهذا الكلام، يريد أي تأخذ منصب سياسي أو غير من الكلام الذي تسمعونه كثيرا، لكن لا يمكن أن يقول إن كلامك ليس إصلاحي، ما يستطيع. وأنتم تأملوا هذا، ما في أحد يستطيع أن يقول إن كلام المصلحين والدعاة إلى الله وأهل الإصلاح أن في دعوة كلامهم ليس إصلاح، لكن قد يحتلون بأي حيلة. هذا هو الأصل، وهذا معنى قول شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس السابع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.